بعد 7 سنوات من التوقف، أعادت أجراس كنيسة القديس جراغوس تقرع من جديد في مدينة ديار بكر التركية. الكنيسة التي افتتحت في عام 2011 وعمرها 600 عام أغلقت عام 2015 بعد أن احتلها تنظيم PKK الإرهابي الذي ألحق ضرراً بالغاً فيها وفي الحي الذي تقع فيه. حفل الافتتاح كان حاشداً، حضره ممثلون للكنيسة الأرمنية والحكومة التركية ومواطنون. لسوء الحظ تم استهداف وتدمير هذا المكان الذي يعد أحد الكنوز المهمة لتراثنا الثقافي من قبل تنظيمات إرهابية أرادت أن تضرب السلام والهدوء في المدينة. دور العبادة في الأناضول علامة على الاحترام والأخوة بيننا. افتتاح الكنيسة شريان الحياة للمسيحيين في ديار بكر، إنه رسالة صداقة مهمة وذات مغزى للعالم الأرمني فيما يتعلق بتطوير العلاقات التركية الأرمنية التي عمرها 1000 عام. نعتقد أنه ينبغي إبرازها من خلال جسور الصداقة التي تجب إقامتها في المستقبل. علينا أن نقيم هذه الكنيسة كنصب تذكاري لعلاقات حسن الجوار بين الأرمن والأتراك والأكراد والمسيحيين والمسلمين. رجال الكنيسة الأرمنية أحيوا قداساً افتتاحياً فيما بدا التأثر على أبناء الطائفة الأرمنية. شعور رائع أن أكون هنا اليوم. أتمنى أن ينظر الناس بعضهم إلى بعض بالأخوة والحب. سياسيون أتراك من مناطق مختلفة شاركوا في الافتتاح مؤكدين عمق الروابط الأخوية بين أبناء الشعب الواحد. الكنيسة التي عادت تستقبل أتباعها والزوار تنضم إلى العديد من الكنائس التاريخية في تركيا وإلى المعالم الدينية في ديار بكر، المقصد المهم للسياحة العالمية في جنوب شرق تركيا. استكمال أعمال الترميم في الكنيسة الأرمنية وإعادة افتتاحها يأتي في سياق تأكيد أنقرة حرصها على تأمين حرية الدين والمعتقد لجميع الطوائف والمواطنين في البلاد، خطوة لاقت ترحيباً هنا في ديار بكر، ليس بين الأرمن فقط بل بين مختلف شرائح السكان. وإلى الحجار تي أر تي عربي، كنيسة القديس جراغوس، ديار بكر.